بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن تقطيع الفيديو الطويل لرفعه على سناب شات، على انستغرام، على مثلا الحالة في الواتساب وما إلى ذلك من الشبكات الاجتماعية التي تطلب يعني وقت معين فقط للفيديو، مثلا 50 ثانية، 59 ثانية وما إلى ذلك. طيب، أنت إذا كان لديك فيديو طويل وتريد أن ترفع، ماذا تستخدم؟ تستخدم هذا التطبيق لكي يقوم بتقطيع الفيديو لك على حسب الثواني التي أنت تريدها. ندخل على التطبيق، ثم بعد ذلك نضغط على إعدادات التقطيع، ثم تختار هنا عدد الثواني، هنا تكتب الثواني مثلا 50 ثانية، تضغط على تم. بعد ذلك كما ترون 50 ثانية، ثم بعد ذلك نضغط على اختيار وتقطيع. بعد ذلك نختار الفيديو، مثلا أنا سوف أختار، طبعا أنا مقطع هذا الفيديو لكني سوف أقطعه من جديد كما ترون. ها هو مقطع أمامكم اللي هو 2:17 مقطع كما ترون، بقطع لكم من جديد. سوف أختاره ثم أضغط على تحديد. طبعا الآن طلعني الموقع لكن أنا ما عليه، بكمل. طيب الآن كما ترون تم التقطيع، بضغط على أوكي. بعد ذلك أذهب وأجد أن الفيديو قد تم تقطيعه كما ترون هنا. كما ترون الآن أصبح لدي 6 مقطعين، هو في الأصل 1 كما ترونه. أصبح هنا 50، هنا 50 كما ذكرت من ساعة كان مقطع عندي، وهذا 50 وهذا 50 وهذا 36 36. طيب أستطيع الآن أرفع 50 50 36، أرفعه في سناب شات، في الحالة على الواتساب، في مثلا انستغرام مثلا وما إلى ذلك من التطبيقات الاجتماعية التي تطلب وقت معين للفيديو، يعني ما تريده كامل طويل، تبي جزء صغير. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.